عودة، لكن هذا اللي ما عنده مقلق، هذا اللي ما عنده مقلق بيعدي من الأول، يلعب لك كرة إلى باري قوية. الله ناري 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 يا باري، ناري يا باري، لكن الحمادي هو اللي ما عنده مقلق، الحمادي هو اللي ما عنده طريق مقلق، الحمادي يصنعها. وناري ناري يا باري، الأهلي يشعل النار قبل نهاية المباراة بربع ساعة، بربع ساعة. شوف الحمادي في الانطلاقة، شوف الحمادي في المرور، شوف الحمادي في الدفع والتوغل. فريق النادي الأهلي يريد إعادة الحسابات والعودة من جديد للنقطة التاسعة والمركز الثاني. باري يرد على المنتقدين، باري يرد على المنتقدين، ثاني أهدافه في هذا الموسم. أما التشكيلة الأخرى وهي الأهلاوية سأتحدث عنها بعد أن أشاهد أولى الكرات للنادي الأهلي. حسني عبد ربه هداف الفريق، حسني بيلعبها عالية عرضية للنادي الأهلي والكرة في المرمى، جول خيال حطها، ولا في الخيال سجلها روزاريو بالخطأ في المرمى. ارفع راسك يا رجل، موطي راسه ودخلها في مرماه بدون ما يشوف. حاضرا وداعما لكل فرقنا، كرة لباري، باري انفرد 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 وخصيف، لا سلام، فكيت نحسك فكيت نحسك. كأني يحلم يا جماعة، حلم ولا علم يا الربع، نبهونا حلم ولا علم اللي قاعدين نشوفه. باري بيحطها في المرمى ويعلن عن تقدم النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف واحد، ويا سلام يا سلام، يا لها من قمه، يا لها. الشوط الثاني، خليل خليل احمد لخليل، فيصل فيصل خليل، فيصل عدى، يا سلام، الله أكبر يا قمة، الله أكبر على كلاسيكو، خرافي خرافي. فيصل حلم ولا علم يا ولد خليل، انت خليل الأهلاوية يا ولد خليل، حلم ولا علم؟ يقول لي علم، علم وستين علم الأهلي. اللي وقت فيصل بيلعبها لسرور في مكان خطير، محمد لمها، محمد بيلعبها، جول في ليلة القبض على الصدارة، قبضوا عليها قبضة 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 قبضة، وبالأربعة يتربع الأهلي، بالأربعة يتربع سرور، ويا لك من سرور، سرور كل ما يدخل بقول 4-2، صدارة للنادي.